نحمد الله على سلامتك. سلمت. إنه بلاء قد وقع على رأسك وسيستمر بملاحقتك ولن يتوقف. واضح أننا دسنا أحدهم سيد جاندار. من لا يريدوننا في هذه الأراضي يمكرون بنا. أفعالك ألا مسؤولية هذه سوف تجر جميع القبائل التركمانية إلى الخطر دون أن تدرك ذلك. قلنا من قبل ألا نتركك لوحدك في هذا الطريق، لكن جشعك بأن تكون الحاكم الوحيد في المنطقة قد أعمى لك عينيك يا سيد أرطغرل. وماذا نفعل سيد جاندار؟ أنكون سيفاً للظالمين ونجر الناس للمصائب؟ أنت من لم يأتي عندما دعونا القبائل التركمانية الاجتماع، أحدث هذا أم لم يحدث؟ الأمير سعد الدين قد كلف السيد جاندار بإمارة قبائل التركمان سيد أرطغرل. من الآن إذا دعاك فستذهب لمقامه أنت وكل من في قبيلتك. أنت لم تجلب لهذه الأراضي سوى المصائب وستشعل الحرب بها. الحرب بدأت منذ زمن طويل، لكن تأكد أني سوف أجد من بدأها وسأكون من ينهيها. وكل الذين لا يريدون إنهاء هذه الحرب ستذوق أجسادهم حد سيفي هذا. لا دماء. ولا توجد علامات تسمم. هل ماتت هذه الشابة فجأة سيدي؟ لقد تلقت ضربة خلف رأسها، لكنها ليست مميتة.
لا يوجد أثر للقتل. ماذا يعني هذا؟ هل ماتت بأجلها سيدي؟ وجهها متورم ولونها قد تغير وجسدها قد تصلب. لا تحدث هذه العلامات بسرعة، الجو بارد، لكن جسدها بدأ بالتعفن. القنديل كتولجا، قربه أكثر. ما هذا الشيء؟ هذا الشيء هو ما ابتلعته قبل أن تموت محاولة التنفس. هذه المرأة لم تمت بأجلها، هناك من قتلها. هذا يعني عليار، ماذا تظن أنك فاعل؟ ماذا تفعل في خيمة امرأة ميتة؟ الكل يعلم أن هذا إثم. ليرحم الله روحها، وجدت أن المرأة ماتت في نومها. ليغفر الله ذنبها، قولي لأبي أنها ماتت بأجلها. ادفنوها غدا في الصباح يا كوتولجا. أمرك سيدي. عن إذنك. اجلسي اجلسي. أتيت لطلب العفو منك أسليهان. يا سمو الأمير، أنا لقد فكرت جيدا في الكلام الذي قلته لي. تذكرت في طفولتي كيف افترقت عن أمي وعن أبي، وكيف افترقت عن إخوتي وعن من أحب. كان أمرا صعبا. في ذلك الوقت أخذت لقصر السلطان كي أقوم بواجب خدمته. أصبت بسهم في قلبي عندما رأيتك وتعلقت بابتسامتك. ربما لهذا تجرأت وقمت بهذا الطلب من أهلك. لكن عندما سمعت كلامك البريء العفوي أدركت بأني سأجرك للهم الذي عشته في طفولتي، ولا أجرؤ حتى على التخيل بأني أوقعتك بنفس الحال. سامحيني. عفوا يا سمو الأمير، لا تقل هذا. لا يوجد هناك فتاة لا يخفق قلبها لأجلك. أنا من يجب أن تطلب العفو من حضرتك سمو الأمير. لست غاضبا ولا منزعجا، لكن الحب قد أعمى عيوني. الحب داخلنا يشعرنا بسعادة لا مثيل لها، وبجمال عينيك السوداوين جعلني أشعر بشعور لا يوصف. ولأجل هذا
أنا ممتن لك طول العمر، أعدت طعم الحياة لي بقلبك النظيف، وجعلتني أشعر بالحب بعد أن فقدته منذ زمن. أمور كهذه لا تحدث كثيرا، لقد أعدت لي هذا الشعور، وأنا لن أطلب منك أكثر من هذا، ومهما كان قرارك سأقبل به. هذا هو كل شيء، أردتك أن تعرفي هذا. عن إذنك. لم نستطع حماية ضيوفنا في منزلنا، كل انتصار انتصرناه سابقا لم يعد له أي قيمة. لن ننسى هذه الحادثة ولن تتكرر طوال عمرنا، هل هذا مفهوم؟ مفهوم سيدي. إن لم نجد من قام بهذه الجريمة الدنيئة لن نستطيع تبرئة أنفسنا. كيف سنعرف الفاعل؟ أولاً سنقوم بتحليل الوضع. عندما ذهبنا لزيارة تكفور في قلعته تعرضت ابنته للهجوم. من قام بهذا الهجوم أراد لنا أن نتواجه مع تكفور، ونيته أن يمحونا من هذه الأرض. لا يفعل هذا سوى أورار وسعد الدين كوبك سيدي، وسوف ترى ستظهر لهم يد في هذا الأمر. أنا أيضاً أشك بهم يا سيدي، وأظن إنه قد حان الوقت لإعطائهم درساً جيداً. يجب أن يكون هناك دليل سيد أرتوك، وإن لم يكن فإن الحرب بين القبيلتين ستضعنا في وضع صعب، وأيضاً سوف نكون قد خنا محبة السلطان لنا. سيدي أعدك أن أثبت أن عديمي الأصل أولئك هم القتلة. إن وجدنا القاتل سنحل جميع العقد سيدي. لهذا السبب اعتبارا من يوم الغد سوف نبحث عن ذلك الرجل في كل مكان، جبل سهل حجر، احرث الأرض بحثاً عنه شبراً شبراً. ستحضر ذلك الرجل لي معافاً تورغوت. كن واثقاً سيدي، ذلك المشؤوم سيكون عند قدميك. ليرحمك الرب، ليرحمك الرب يا سيدي.
أيها البيزنطيون الشرفاء، اجتمعنا هنا اليوم كي نودع سيدنا الذي حمى قلعتنا ودافع عنا وعنها. سلام عليه منذ ولادته وحتى يوم وفاته، سيرقد بسلام وعفو من الرب، ذكراه دوما ستعيش في قلوبنا. تعرفون سيدنا العزيز وكل ما فعله لأجلنا ولأجل البيزنطيين أيضا، ولتعلموا أنه فقد روحه أثناء محاربته لأجلنا، ولتعلموا أنه فقد روحه في سبيل تحقيق السلام، لكن وبإذن الرب انتقل إلى السماء ليحيا برفقته، وذكراه سيكون معنا في قلعتنا إلى الأبد. أولادك سينتقمون لك، فلترقد بسلام. ستبقى حيا في قلبي، أنا ممتنة لك لكل ما فعلته من أجلي. سيشرفك الرب في حياتك الأبدية يا أبي. أعدك بأني سأجد من فعل بك هذا. تفضل أيها الأب. أبي، أيها الجنود. أبي. أوامرك قيد تنفيذ الآن. لاسكارس ذهب إلى قبيلة الجافدار. الفخ الذي نصب لنا قريب من هذا المكان. أولئك الشياطين في مكان ما هنا. عندما أمسك به سوف أنقض عليه وأمسك قلبه وأعصره. أخي، أليس هذا الكلب الذي نبحث عنه؟ أم أنني أرى حلما يا أخي؟ بلى، ذلك هو عظيم الشرف. هيا إذن. تمهل قليلا بأمسي، قد يكون فخا جديدا، سوف نلاحقه لنعرف من هو ولنعلم من يأمر هذا الكلب بأفعاله. أتفهم قصدي؟ فهمت يا أخي، فهمت. يا الله،
أنت تعرفين أن كل حجر ألمسه بإصبعي يفتن أبصار أهل الأرض جميعهم من شدة جماله. السيد أرطغرل رفض عرضنا يا ابنتي، موضوع الزواج قد أغلق. من الأفضل لك أن تبتعدي عني وعن زوجي، ولن أعيد الكلام. أنا لن أفرض نفسي على أحد، أنا لست زيادة. فكري بعقلك أسلهم، أنت انتظرت الحب كي يدخل إلى قلبك ووجدته، وقلت إن هذا الحب أتى ليكون لك. لكن من أحببته لم يشعر بقلبك. إياك أن تتألمي لمن هم لا يحبونك أسلهان. في المسائل السياسية، الاستفادة من التجارب السابقة لك في الدولة لن توصلك إلى غايتك. ما يهم هو فراستك وذكاؤك، لن يتخلص من المصائب والكوارث والمشاكل التي تأتي تباعاً سوى من يكون ذكياً وله عقل ينير دربه. ومن بين الأذكياء أنا أكثر من لديه خبرة لدرجة أني أعرف ما الذي يريده كل رجل. سمو الأمير، نحن نثق بمعرفتك وخبرتك، لكن من الواجب محاسبة من وضعنا في هذا المأزق. بالتأكيد، لن نهدأ إلا حتى يحاسب. إياك والشك بهذا. ملاحقة أرطغرل لأمور لا طاقة له بها قد أوقعنا في وضع يستحيل علينا معالجته بالرغم من كل تحذيرنا له. تتحدث وكأن أرطغرل هو من قتل تكفور يا سمو الأمير، فليرحمنا الله إن كنا نظلمه بهذا الأمر. الحكم دون دليل إثم. أنت ماذا تقصد بكلامك؟ ما هذا الكلام الغير مناسب يا عليار؟ سيد عليار، إن حل أجلي في قبيلة ذهبت لكي أزورها فالذنب هو ذنب من لا يحتاط لمجيئه. أرطغرل تهور عندما استضاف تكفور في سوقه الضعيف ذاك، وبحماية بضعة محاربين، ذاك هو ذنبه. روحه وخانه سيكونان ثمناً لعدم مسؤوليته. ما هو قصدك من هذا حضرة الأمير؟ سأستولي على ذلك الخان باسم الدولة السلجوقية. وعندما يتلقى سلطاننا الخبر سيصدر قرارا بحق أرطغرل الذي رمى بتهوره حياة تكفور إلى التهلكة، وهو سيأمر بأن يموت، وبإذن الله سوف يدفع ثمن أفعاله تلك. سيد أورال، لم يبقى سبب لبقائي بضيافتكم. سأذهب أولاً لأخذ السوق من يدي أرطغرل، ومن بعدها سأنشغل بالبلاء الذي فتحه علينا.
سمو الأمير، لقد كنت ضيفا علينا لعدة أيام، لكن لم نتمم عمل الخير الذي بدأناه. وقت عمل الخير عند خروجه من الفم سيد جاندار، وإن لم يتم هذا الأمر حتى الآن فربما هو ليس خير. أتسمح لي يا سمو الأمير؟ تفضلي سيدة أسليهان. سمو الأمير، اعلم أولاً أنني قد تشرفت بعرضك، واعذرني لأنني طلبت مهلة. أبي قد رباني تربية المحاربين، لهذا السبب كل خطوة أخطوها لا أقدم عليها دون استشارة، وأمر خير كهذا يجب أن أتشاور فيه مع قلبي، وخير الشورى هي استشارة القلب. الخلاصة، قلبي سيكون مرتبطاً بك، وخطواتي ستكون مع خطواتك في طريقك. الكلب عديم الأصل، ما سيكون وراء الأمر غيرك؟ أخي اتركني أذهب إليهم، وأعدك بأن أقطع رأس هذا الكلب ورأس سيده وآتي. يجب أن نوصل هذا الخبر لسيدنا أولا، وبعد أن يأمر سيدنا أنت من جهة وأنا من جهة، سنذبحهم بأمر الله. أحسنت يا أخي، لنذهب من هنا. هيا. أسليهان، لقد أسعدتني، اعلمي هذا. سيد جاندار، هذا الزواج واحد من خير كثير قادم. الآن إخلاص القبائل التركية لدولتنا سيكون بنظرها أقوى من أي وقت مضى. تعال معي. لقد جاء تاجر من القسطنطينية يريد أن يراك لأمر هام. خذه إلى الخيمة، سألحق بكما.
بما أن السيدة أسليهان أعربت عن رضاها، فرأي أن نوصل هذا الأمر لنهايته بعد أن نستولي على إدارة سوق الخان. أريد القيام بخطوبتنا. بالتأكيد حضرة الأمير، عندما تحدد وقت الأمر سوف يكون. ممتاز، إذن لتذبح الذبائح بسبب أخبار الخير المتوالية والتقم الولائم. هذا كلام الأمير سعد الدين كوبيك. ستكون مراسم تليق بقدر دولتنا وبقبيلتكم. بعد إذنكم. أهلا بك في قبيلتنا. أهلا سيد أورال، لأعرفك بنفسي، أنا من كلفه الإمبراطور بنفسه ليقوم بالتجارة بين القسطنطينية مع طريق الشرق لاسكاريس. أحضرت لك سلام الإمبراطور وهدية ثمينة منه. تفضل. اعلم أنني ممتن لهدية إمبراطوركم القيمة ولسلامه المبين. استضافتك في قبيلتنا شرف لنا، ولو كان لدينا خبر مسبق لجهزنا لاستقبالك. لأسباب أمنية اضطررت لإخفاء قدومي، وإلا كنت أخبرتكم. معك حق، فاللصوص وقطاع الطرق يتجولون في هذه الأرض. وما هو عرض الإمبراطور؟ الإمبراطور يريد أن يكون طريق التجارة عامرا، وأكبر قبيلة في الجوار هي قبيلتكم، لهذا يريد أن يتعاون معكم وأن يوسع التجارة بيننا. وهو كذلك، التاجر الذي جاء بأمر الإمبراطور مكانه فوق رؤوسنا. نعلم أنكم قمتم بخطوة صحيحة. في بادئ الأمر أريد أن أعرفك بأبي. طبعا سيد أورال، فالتعرف عليه سيشرفني، لكن سيد أورال هناك مسألة أخرى. ما هي؟ الإمبراطور غير سعيد أبدا من نشاطي أرطغرل الذي استولى على السوق ويحاول إنشاء عالم إسلامي به، فرفعه للفائدة وإنهاء تجارة العبيد أمر غير مقبول. هذا يظهر بأن السيد أرطغرل غير ماهر في التجارة، وإن كنت أنت. لا تقلق أبداً تاجر لاسكاريس، السيد أرطغرل قد خسر السوق وخسر دعم السلطان علاء الدين وخسر ثقة الأهالي به أيضاً، ولم يبقى له أي حكم سياسي أو تجاري. وبالنسبة لي، وكما استمر نظام السوق حتى الآن، أنا سأستمر بوضع النظام نفسه، وكل شيء وله قواعده. وبما أن قواعد التجارة كانت هكذا طوال سنوات فستستمر هكذا. وبالنسبة لمسألة الأمن، فهذه الأماكن كلها وقطاع الطرق واللصوص في هذا الجوار لا يتجرؤون على السيد أورال. فلا تقلق أبداً تاجر لاسكاريس، سنقوم بعمل جيد معاً. باتوهان، فلتستضيف التاجر بأفضل شكل، خذه لخيمة الضيوف ووفر له كل شيء يحتاجه.
هذا الضيف من أهم ضيوفنا. أتسمح لي سيدي؟ تعال كوتولجا. لقد طلبتني سيدي. تعلم أنني أثق بك كوتولجا. أعلم سيدي. لا أثق بأحد غيرك في هذه الدنيا. أثق بك أنت وبربي عز وجل. يجب أن تعلم بأن الجميع يعمل لمصالحه فقط، ويدوسون على الحق والعدالة بدل أن يجدوا من قام بتلك اللعبة. لكن أنا أقسمت أن أبقى على الصراط المستقيم حتى آخر أنفاسي. سلمت سيدي. دين في رقابنا السير في الطريق الصحيح الذي أقسم عليه شهداؤنا يا كوتولجا، حتى لو كانت نهايته خيانة سيدك. السيد أرطغرل بطل يسير في طريق الحق كوتولجا، وليعرف الألعاب التي تحاك خلفه يجب أن تذهب وتخبره بأن كوبيك قادم ليأخذ الخان. سيدي، عاهدت سيدي جاندار. لا تقل هذا، فقد عاهدت قبله الله ورسوله. أعلم أنك استفتيت قلبك، فاذهب لأرطغرل وساعده للسير على الطريق الحق. هل تأذن لي سيدي؟ تعال ترقد. لقد وجدنا أثر الكفار. أين وجدتهم؟ في قبيلة تشافتار. ماذا تقول ترقد؟ لقد تبعناه وقد دخل قبيلتهم. كل مصيبة أجدك أورال، تلك المصائب ستدهس رأسك. لقد وقعت في يدي يا أورال. تلك العيون لا يليق البكاء بها، بل هي لأسر القلوب فقط. فقدت عقلك بامسي؟ نعم، فهي ابنة تكفور سيد القلعة، جميلة الجميلات هناك، وأنت
أنت غريب بامسي، لا شأن لك بالحب. ما دخلك أنت بالحب؟ ما دخلك؟ سنرى